ألا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بلادي صامت قبل المملكة بيوم، علما بأنها تعتد وتأخذ بالحساب الفلكي كما سبق في أعوام مضت، هل يجوز لي الفطر معهم أم مع المملكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صومكم يوم تصومون، تصوم مع المسلمين ولا تخالف المسلمين، فتتبع أهل بلدك، ولا تفطر وهم صائمون أو تصوم وهم مفطرون، وإنما تكون معهم مع أهل بلدك ولا تخالف المسلمين. هذا مثل السؤال اللي قبله، في بعض البلاد صاموا قبل السعودية، إذا كنت في البلاد اللي صامت قبل السعودية صم معهم مع المسلمين، وإذا كنت في السعودية صم مع السعودية، أن تتبع المسلمين في البلد الذي أنت فيه ولا تخالفهم. نعم، إنما نجيب إلا على الأسئلة المتعلقة بالدرس، أما أسئلة من هنا وهناك ما لنا فيها شغل.